السلام عليكم، كيفكن؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. اشتقت لكم كتير كتير. اليوم رح نعمل وجبة أكل بتنفع تكون غدا أو عشاء، غير شكل، سريعة التحضير، بسرعة بتتحضر وبتتدخل بالفرن، ب10 دقايق بتكون محضرة لتدخل إلى الفرن. بالبداية عندي بصل قطعته فرمته وهوني قليته، ورح ضيف له صدورة الدجاج المقطعة. جهزوا كل غراضكم قبل بوقت، ووقت بدكم تطبقوا طبختكم بتتطبق بطريقة سريعة. أهم شي يكون كل شي عندكم جاهز. رح نعطيهم تقليبي كلياتهم بقلب بعض بهيدي الطريقة. رح ننزل عليهم هلأ الملح بالإضافة أيضا لبهارات الدجاج، البهار الخاص بالدجاج، كمان شوي، بالإضافة أيضا للفلفل الأسود. الفلفل الأسود أنا كتير بحب طعمته، لذلك رح حطه، ولكن فيكن تلغوا الفلفل الأسود لأنه نحن أصلا حطينا بهار خاص بالدجاج. كمان رح نعطيهم تقليبة. هوني أنا قليتهم طبعا بالزيت، ما كترت زيت، ولكن اجباري صدورة الدجاج بدها تنزل مي. هيدا الشكل. رح نزل هلا الفليفلي الوان، فيكن اذا بدكم بس فليفلي الخضرة. هون انا عندي الوان، نزلت الخضرة والحمرة. اذا بتحبوها للاكل تكون كتير هيك سبايسي وغير شكل، فيكن تحطوا حار. رح نعطيهم تقليبة. هلا رح نزل عليهم اضافي، مش ضروري ابدا، هو هيدا اضافي الذرة، فيكن تحطوه فوق، فيكن تلغوه، بس نحنا هيك لنضيف الوان حلوة ولنضيف طعم زيادة فحطينا. عندي هيدا الصوص، صوص صويا، هي شفتوا كتير 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 طيب باللحوم وايضا بالدجاج، فانا بنصحكم تجيبوه، ما ضروري نفس الماركة، اي ماركة بتحبوها. بنعطيهم، بنرش عليهم بهيدا الشكل، فبنحصل على نكهة يعني سوبر واو، كتير طيبة. قد ما لكم طيبة ما رح تصدقوا، جيبوا صوص وجربوها، كتير روعة. دايما وقت بدكم تعملوا دجاج، اي نوعية دجاج، بالفرن دجاج، حتى اذا بدكم تشووه كمان تستخدموا. بعد ما تعملوا تتبيلتكم الخاصة فيكم تحطوا ايضا صوص صويا، بيطلع غير شكل. هوني على جنب عندي خبز التوست، رح نحطه بهيدا الشكل. انا بهيدا الوقت حميت الفرن، لانه بس نخلص مباشرة بدها تدخل على الفرن، مش اكتر من 4 دقايق بتكون جاهزة. رح نجيب هلأ معجون البندورة أو معجون الطماطم، ورح نحط على الخبز بهيدا الشكل. رح نسقيه بمعجون الطماطم لحتى طبعا نحصل على نكهة كمان كتير طيبة بهيدي الطريقة. أحبابي، إذا كنتم من المتابعين الجدد وحبيتوني مثل ما أنا حبيتكم، ما تنسوني من اللايك اللي كتير كبير، وأكيد الاشتراك بالقناة كتير سهل، انزلوا هلا لتحت لأسفل الفيديو، فعلوا الجرس، اكبسوا أول شي اشتراك وفعلوا الجرس لتصلكم مني كل الإشعارات. بهيدا الشكل. هلا رح نجيب الدجاج ورح نحطهم مباشرة فوقهم بهيدا الشكل. ما رح احطهم كلهم هلا لأنه عندي أنا صينيتي كبيرة شوي، وكمان عندها عرض، ولذلك انا ما راح احطهم كلهم، يعني انا بدي اعمل طبقتين. هلا اذا كانت عندكم صينيتكم منا كتير فيها عرض وهيك، ففيكم تعملوها طبقة واحدة، هذا الموضوع اختياري، فيكم تعملوها طبقة او فيكم تعملوها طبقتين. هلا بتشوفوا كيف راح تنعمل بطريقة الطبقتين. هذه اول طبقة حطيناها. هيدا الشكل.
رح ارجع من جديد جيب خبزة توست، بس قبل رح نحط عليهم رشة خفيفة من الموزاريلا. هلا بنرجع بنضيف الخبز. هيدي بتعتبر أول طبقة. إذا عملتوا بس هيدي الطبقة فيكن تحطوا على الوجه من فوق، تحطوا عليها كمان شوية معجون من الطماطم وتحطوا الموزاريلا وتدخلوا مباشرة إلى الفرن لمدة 4 دقايق. بينما إذا بدكم تعملوا طبقات مثلي شوفوا كيف رح نعمل. هذه أول طبقة خلصت، هلأ رح نباشر بالطبقة الثانية. كمان من جديد رح نعمل هدول شوي هيك ونرجع نجيب معجون الطماطم أو البندورة ونحطه على التوست بهذا الشكل. شو رأيكم؟ بتمنى يا رب إنه هيدي الفكرة تحبوها والفيديو يعجبكم وطريقة هيدي الأكلة، لأنها كتير سهلة وما فيها مقادير محددة ومنها هيك مغلب، يعني إنه وما بتخ يعني ما بتعجقكم بالمطبخ. فبتمنى كتير إنها تعجبكم. حطولي لايك كتير كبير للفيديو. وهلا احبائي رح نعمل الطبقه الاخيره. شوفوا هلا الطبقه الاخيره كيف رح نعملها. رح نرجع نحط توست من جديد، خبز التوست من جديد، رح نرجع ايضا نحط معجون الطماطم، ورح نحط الجبنه، ورح نعمل شي كتير مهم على الجبنه من فوق لحتى نعطيها نموه الجبنه هيك، نعطيها الوان هيك كتير حلوه. هلا بتشوفوا كيف، وينكم ما تروحوا لبعيد. لوين رحتوا؟ زهقتوا؟ انطروا جايكم شي كتير حلو صدقوني. هلا بتشوفوا، ما تقولوا لي طولتي جمانة بالفيديو، صدقوني بيستحق انه تشوفوه خطوة بخطوة، لانه فيديو كتير حلو، اكل كتير طيبة وطريقتها مميزة جدا. هلا هيدول رح اغطيهم هون لانه اخر طبقة، ما ضروري نغطي الطبقة الثانية لأنه في طبقة ما ضروري نغطي الطبقة الأولى. في طبقة تانية كرمال هيك غطيناها للطبقة الأخيرة، حتى كرمال هيك غطيناها على الجوانب. كمان آخر طبقة حنرجع نفس الطريقة، نحط معجون البندورة، وهلأ رح نحط هيدول هيك شوي على جنب، ورح نرجع نحط الجبنة بهيدي الطريقة. هون خلصنا بهيدي الجبنة. بهيدا الشكل طريقة ولا أسهل صراحة، يعني خلص رح حطهم كلياتهم دفعة واحدة. كان من الأساس مفروض حطهم كلهم دفعة واحدة للجبنات، ساعتها بنمدهم بهيدا الشكل كلياتهم. وهيدي حتوقع، خلينا بسرعة نعملهم بهيدا الشكل كمان لتحت أحبائي بهي الطريقة. برجع بذكر انا بهيدا الوقت حميت الفرن، انا ما بدي دخلها على الفرن لوقت طويل، رح بدخلها على الفرن بس لحتى تدوب عند الجبنه، ما بدي حمص الجبنه ابدا من فوق. هلا اذا انتم بتحبوا تحمصوا الجبنه مثل ما بدكم، هيدا الموضوع بيعود لكم. هلا شو رح اعمل؟ بدي موه الجبنه ورح نحط عليها معجون الطماطم بطريقه هيك فنيه، شفتوا كيف؟ لحتى نوهم اللي بده ياكل انه الجبنه محمصه، بس هي ما حتكون محمصه ابدا، نحن لوناها. هلا رح دخلها للفرن دقايق قليله جدا ورح تطلع الجبنه دايبه منا محمصه، بس لانه نحن لوناها بالمعجون طماطم بهيدا الشكل رح يطلع انه كانها محمصه. هون الفكره الفنيه اللي انا هلا قدمتها.
وهيدي احباء النتيجة النهائية، شيء بقمة الجمال. شفتوه مبيني انها محمصة، بس هي ابدا ما انها محمصة. شفتوه، هي الجبنة ملونة بمعجون الطماطم. بتمنى يا رب الفيديو يكون خفيف عقلوبكم، وكون انا ضيفي كتير خفيف عقلوبكم، وعذرا على طولة الفيديو، بس بسبب طبعا الكومنتات اللي بتجيني والاسئلة الكتير، لذلك انا ما بحب اتخطى ولا افي اي شيء. فبحب دايما اللي بيشتغلوا انا بالبيت انقلكم اياه بكل يعني بكل عفوية، وبطريقة تكون صادقة جدا وبكل أمانة، لحتى تزبط معكم الأكل. أنا هلأ بدي أحبابي ودعكم، ما تنسوني من اللايك الكبير والاشتراك، إن شاء الله تعجبكم هيدي الأكلة اللي كتير رائعة. هلأ أنا بدي أتذوق عليكم الجمال، ما شاء الله طالعة بقمة الروعة. أنا بحبكم كتير، إلى اللقاء.